حسبي الله ونعم الوكيل. شو صار معكم يا خالي؟ هذا الدور فوق راسنا، ما في أكل لا في دواء، لا المجاريح يا ولا ولا عملنام لا ليل ولا نهار، كل يوم هد هد في الصواريخ، ما خلونا بيت لا خلونا مطبخ لا خلونا ناكل لا خلونا نشرب، لا في دواء للمجاريح. الله لا يوفقك يا بشار، الله لا يسهل عليك يا بشار، الله إن شاء الله يحرمك أولادك، يحرمك إن شاء الله الجنة والدين والإيمان. يا رب يبعث لك الصواب يا بشار، بجاه اللي خلق الليل والنهار. يا ولو ما في شيء، ما في شيء عندنا شيء، الله اللي خلقه، لا غاز لا كاز لا مازوت لا أكل لا شرب. يا رب يبعث لك الصواب يا بشار، إلك ولأولادك يا رب، لا كل شيء من الأسعار يا رب، بجاه نبينا ومحمد يا رب. يا رب دخيلك تصطفل فيه، يا رب تصطفل فيه يا رب. ليش طلع برات الرستان؟ لأنه ما ضلنا الأدوة. قذائف قذائف يومية قذائف عم يصد علينا، مجاري ما في حما في حتى فوق رؤوس العالم، شرد العالم كله. الله لا يسهل أمرك يا بشار، يبعث لك قذيفة يا بشار. ما في بيت ما تضرر في مدينة الرسة، ما في بيت لاقي يطلع عليها، كلها البيوت لاقي مضرة كلها تهجر تغلب الناس، ما في إنسان ضل. ما ضل حدا بالرستان، ما ضل حدا بالرستان إلا ما هج، ما خلانا بيت نقعد فيه، لا خلانا ملجأ نقعد فيه. ما في مي، لا في كهرباء، لا في دواء، لا في شيء. شي. الله لا يسهل عليك، الله يقبض عليك، الملائكة تقبض عليك. سمعت انه عندك ولد معتقل. عندي ولد معتقل له هلق 7 شهور. الله يبعث له 7 شقف يا رب يا بشار، يقبر اولاده يا رب يا رب، تقبر اولاده. مين عندك شهيد؟ عندي شهيد كمان، ايه اخوه. لا حول ولا قوه الا بالله، ابني معتقل. شو بدك اكثر من هيك؟ شو بدك اكثر؟